ثلاث ايام قلنا كورتيزول جرحت الشرايين وبعد الذاكره مو قويه. ليش؟ لان الشرايين صارت صغيره فالاكسجين مو قاعد يغذي المخ بشكل يعني قوي والدم مو قاعد يوصل فتصيرين قبيه ماكو استيعاب وايد تنسين. وبعد ازيدك امساك. شوفوا يا جماعه اي شخص بالدنيا خلي يصير فيه كل شيء لا يصير فيه امساك لان الامساك بوابه الامراض. زين شكو الامساك لما انا ضايق ازعل ركزوا احنا لما ضايق قلبه شو يسوي؟ قر 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 القلب اذا سوى قر 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 شنو ايش راح يصير؟ راح يستهلك المغنيسيوم بالعنا. واذا راح المغنيسيوم تشنجات وبعد تخلصات بالامعاء. ليش؟ المغنيسيوم هو اللي يسوي ارتخاء حق الامعاء. اي واذا ماكو ارتخاء في انقباض. فشنو؟ فالاكل والخراج كله راح يتجمع ببطنك ويصير فيك امساك وريحه. زين خلي اخوي الغالي اختي الغاليه اللي اقصده انا ان علاقه المغنيسيوم بالكورتيزول اذا ارتفع الكورتيزول عندك يستهلك المغنيسيوم. ليش؟ لان دقات القلب تصير سريعه يستهلك المغنيسيوم، العضلات يضخ فيها دم تنقبض وتنبسط فيستهلك المغنيسيوم. عرفتوا؟ زين خلصنا؟ لا ما شوف كله عشان زعل عشان كلمه ما تسوى. صار فيك انقباضات داخل امساك بعدين الاكل راح يقعد وبعد الاكل راح يقعد كل مجموعة البيكم بولكس تروح عليك لأن مستحيل تتعزز مجموعة البيكم بولكس داخل بطنك. ليش مهمة؟ ماكو فيديو أنا مو مسويه عن البيكم بولكس. وبعد شنو؟ ما يتعزز عندك فيتامين دال. شو راح توصل بعدين؟ حق ترشح أمعاء. إذا وصلت عند ترشح أمعاء سلم على نفسك. شنو يعني ترشح أمعاء؟ يعني هذا أمعائك تتقضض وتطلع منها أجسام قريبة. بعد ما تطلع منها أجسام قريبة مثلا راحت المخ على طول المخ الجسم يهاجم المخ، راحت العين على طول. ليش؟ شوفوا انا اتحداكم وانا قد التحدي. يبولي اي مريض يعني يكون في مثلا مرض مناعي او مرض بالجلد، اي مرض اي مرض يكون ما عنده امساك، انا اعطيك اللي تبي وشرط. مستحيل الله اكبر مستحيل تحصل شخص عنده كل الامراض وما عنده امساك. انا اعطيك اللي تبي. اسال اي احد مريض قول له وشك امساك؟ راح يقول لك ايه. او بعضهم يقول لك ما عندي امساك لانه مو عارف شنو يعني امساك. قول له في شوي بطنك تحس فيه مشاكل راح يقول لك ايه. كل الامراض بدايتها من الامساك. عرفتوا يا جماعه؟ انتبهوا. شفتوا القلق والتوتر شنو يسوي شلون يرفع الكورتيزول؟ لا تخلي اي كلمه تاثر عليك. ما يسوى هذا قال لك كلمه صغيره راح بيتهم كل هارديز واستمتع وقاعد يطالع نتفليكس. انت قال لك كلمه الحين هو ما يدري قاعد يطالع فيلم. انت والله ما اخليه، اذا شفته ما راح اقوم اسلم عليه او اعطيه ظهري. مالت عليه. اخواني اخواتي خلصت الموضوع؟ شفتوا تاثير ارتفاع الكورتيزول شنو يسوي؟ شفتوا؟ وايد ناس يولي في نصهم تعالج، نصهم ما تعالج، والشفاء باذن الله سبحانه وتعالى، بس ولكن فكره اني انا اسيطر على مخك ما اقدر، انا اسيطر على فيتامينات، معادن، اشوف شنو ناقصك. ولكن ارتفاع الكورتيزول انت قاعد ترفعه. في شغلات مساعدة تنزله اذا كان ارتفاع الكورتيزول طبيعي، يعني من الشغل من التعب هذا ممتاز، ولكن انت اللي قاعد تزيده يعني مو تلقائي، انت اللي قاعد تزيده بافكارك. يعني اقول لك اياها للاسف يعني ما حد راح يقدر يسوي لك شيء، لا ابو ضاري ولا بروفيسور ولا عبقري ولا اقدح دكتور، ما راح يقدر يسوي لك شيء اذا انت او انت بنفسك بافكارك قاعد ترفعين الكورتيزول. إذا أنت عندك مشكلة مو قادرة خلاص دشي دورات مالو تنمية ذاتية غيرون فكر. أختي الغالية ركزي معي، أنا أخوك بضاري نفس أخوك، أخوي الغالي أنت أخوي الكبير أو أخوي الصغير، بقول لك كلام أنا استفدت منه تكفى طبقه. ليش؟ لأنه في فايدة. أختي طبقي أنا 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 استفدت منه. طبقي الله يخليك. شنو هو؟ شنو مشكلتك؟ او انت شنو مشكلتك؟ القناعة. يعني شنو قناعة؟ يعني انت مقتنع بشغلات موجودة داخل مخك. شلون مخك اقتنع فيها؟ لان انت كررتها فمخك حفظها. نبي نغير القناعة، مجرد ما نغير القناعة تفكيرك كله يختلف. انزين، قلت لك يا تدش تروح دورات او في اختبار، بصراحة انا جربته وفاد معي. ايش رايك اقول لك سوي الاختبار؟ اقسم بالله، شوف اذا سويت الاختبار 100% والله العظيم القناعات كلها راح تتغير. الحين اقول لكم طريقه الاختبار.
يلا خليني اقول لكم شنو هو الاختبار. الاختبار شنو يسوي؟ يغير قناعاتك اللي انت حاطهم قديمه، يغيرهم. اي شيء تبي تغيره بالدنيا يا جماعه بالتكرار. تبي ولدك يصير ذكي، كرر عليك اليوم انت ذكي ما شاء الله، انت ذكي ما شاء الله، بعدين راح يتصرف تصرفات الاذكياء. جرب. بنتك بس يا قبيه، قبيه شكل جينك هالكوره قبيه قبيه، عيب انت الغبيه، والله انت الغبيه. بالتكرار بنتك راح تصير غبيه. عرفت شلون الاختبار؟ تبون ورقه بيضة الاي 4 حلو، كم ورقه؟ 15 ورقه. كم؟ 15 ورقه. ورقه شنو؟ اي 4. 15 ورقه. كل يوم راح تكتبون شيء، والشيء هذا لا احد يشوفه سكرت، زين عشان لا يقولون هذا بعد مينون في شيء، خشه ما حد يدري. 15 ورقه لمده 15 يوم، كل يوم راح تكتب بالورقه شغلات. الحين بقول لك اياها، شوف هذه الورقه تحط خط بالنص، تكتب اول شيء انت شنو مشكلتك. مثلا انا ضعيف نفس ما ذكرت، انت شنو مشكلتك؟ مثلا واحده شخصيتها ضعيفه، واحده قبيه، واحده دائما خايفه، المهم مشكلتك. شفت مشكلتك؟ حط عكسها المرادف لها. مثلا واحد او واحده ضعيف في الشخصيه، شنو عكس ضعيف الشخصيه؟ قوي الشخصيه. واحد دائما يخاف، شنو عكس الخوف؟ مثلا الجراءه، القوه. مثلا واحده تحس انها دائما تحس انها من داخلها ان هي جيكره، شنو؟ انا جميله. تحط مرادف الكلمه اللي انت تعاني منها، واضح؟ تكتبها. مثلا انا قوي، شنو العكس؟ انا خواف. انا قوي، حلو. تحط خط كذي، تكتب انا قوي، وتحط قدام الكلمه انا قوي الشعور اللي تحس فيه الحين. شنو تحس الحين؟ احس والله بروح الحمام، اكتب انا بروح الحمام. احس انه والله كني شوي احس اني قوي، اكتب انا بروح السوق، اكتب الشعور اللي تحسه. اكتب الكلمه واكتب الشعور اللي تحسه، واضح؟ يلا خلينا نفصل بعد عشان اذا واحد متنح يعرف شو نكتب. مراد مشكلتنا، انا ضعيف، اكتب انا قوي واحد خط هني، كله راح ينكتب كل يوم تكرر 15 مره. انا قوي انا قوي انا قوي، بس كل كلمه تكتب الشعور الحالي. انا قوي، انا بروح الجمعيه، اكتب انا قوي والله احس ان انا قوي، انا قوي ان شاء الله، انا قوي. الكلمه اللي تجيب مخك دائما، قاعد بروحك وسوها من غير اي مقاطعات او ازعاج. انا قوي، كررها 15 مره اليوم، خلاص خلي ورقه باكر كررها. اقسم بالله العظيم راح توصل اليوم الثامن التاسع العاشر، شوف شنو التغييرات اللي صارت بحياتك. طبعا هي مو بحياتك، فيك انت، فالحياه انعكاس لك، راح تشوف الاشياء كلها تغيرت. عرفنا يا جماعه 15 ورقه، انا كذي والشعور، انا كذي والشعور. ترى راح توصل يوم ال11 الشعور كله يختلف، راح تشوفون صدمه. اي مشكله حتى لو ما عندك فلوس، انا مقحط، اكتب انا عندي انا طبعا الاختبار هذا انا جربته. وخل اقول لكم انا شنو سويت. سنه من السنين يا جماعه كنت لما اصور فيديو بدايتي استحي، وشكلي مو حلو لما اطلع. السلام عليكم، اخذوا زنجبيل، اخذوا مريق، سجيل يلوع الكتاب. فهذه مشكلتي، كل ما اصور وعيد الفيديو كل شوي وعيده، وي شي سيده. السلام عليكم، اخذوا جرجير في مغنيسيوم، ويعه تويعك ويع بايخ. المهم ضايق، كان يجيب الاختبار، كان اسوي كذي 15 يوم، كان اكتب انا عبقري بالالقاء او بالتقديم، واعطي الشعور واعطي الشعور. اقسم بالله العظيم يا جماعه، هذا للحين يعني فتره فتره اسويه، صارت عندي سرعه بديهه مو طبيعيه، لدرجه اروح اي مقابله من غير ما افكر، حطوا الكاميرا اي الله يعطيكم العافيه وكذي وكذي. بقول لكم سر. في واحد منصب معروف يالي، كان عنده مشكله بجسمه كذي، فقال لي شغله، قال انا فيني خوف لما اتكلم كذي قدام الناس، وهذا دائما يتكلم قدام الناس، يقول فيني خوف من داخلي واحس ان الكلام ما يطلع كذي بقوه. قلت له سوي الاختبار، سو اكتب انا جريء وانا متحدث، اكتب انا جريء وانا متحدث. والله العظيم دق علي باليوم الثامن، كان يقول لي بوظاري ما ادري شلون قعدت اتكلم، ويحرجوني بكلمات ما ادري في احد قاعد يرد من داخلي عليهم، ويرد بشكل حلو وبشكل ذكي ما شاء الله تبارك الرحمن. فشفت له كذا مقابله، تبارك الرحمن ريال فلته. شوف سوى الاختبار، اي مشكله اي مشكله بحياتك، اي مشكله لو مشيتك تمشي جنب نفس الفخمه، اكتب
اي مشكله اكتبها. هذا ليش؟ تغيير القناعات. قاعد اجهز.